رجعنا لكم من جديد مشاهدينا، نروح الآن إلى فقرة الجمعيات، الفقرة اللي حاضرة معكم في برنامج صباح الوطنية. كل أسبوع نجيب لكم جمعيات تنشط في مجالات عدة، والجمعية اللي خيرناها لنهار اليوم جمعية ضغط الدم الشريان الرئوي، راح تعرفها لنا بالتفصيل السيدة علي قاسم خديجة رئيس الجمعية، وكذلك الأمين العام أحمد بني الطو. مرحبا بكم معنا. شكرا الله فيكم، شكرا على الالتفات الطيب. شكرا لكم انتم. يعني في البدايه نحب نعرف المشاهد الكريم، يعني الجمعيه ديالكم في اي مجال تنشط، بما انه قلنا ضغط الدم شريان نعرفوا انه مجال طبي. ضغط الدم الشريان الرئوي هو مرض خطير. نعم، مرض نادر غير معروف ويتيم. الهدف الاساسي تاع الجمعيه تاعنا كونناه باش يتم تسجيل هذا المرض اولا. نعم. حتى يتم الحقوق الكامل للمرضى باش باش نلحقوا نداويو المريض. بون، هاد كونا لجنه طبيه علميه مع الجمعيه تاعنا. احنا الجمعيه تاعنا هي جمعيه طبية علمية تضامنية إنسانية خيرية، يعني تشمل كامل المواد. كونا لجنة طبية علمية. نعم. اللي في التخصص تتخصص بهذا المرض، كيفاش يداويو هذا المرض ويعرفوا بلا مرض هذه واش لازم لها من ناحية الطب والتداوي. هذه من ناحية اللجنة العلمية الطبية العلمية. أه. عندنا الجزء الثاني اللي هي التكفل بالمريض. باش نتكفلوا بالمريض، حاجة الأولى لازم نفهموا المرض تاعو. نعم. لازم نفهموا الخصوصية تاعو، ومن بعد نشوفوا واش لازم له هذاك المريض. نعم. واش يسحق هذا المريض. دائما في مرض ضغط الدم الشريان الرئوي. ضغط الدم الشريان. لكن حبينا احنا بالك نعرفوا الجمهور يعني ما يعرفوش نوع هذا المرض. دكنا. نعم. المرض تاعنا هذا ضغط الدم الشريان الرئوي فيه 5 أنواع. نعم. دك هنا باش نقدروا نتكفلوا بالمرض لازم نعرفوا النوع تاعو والمستلزمات تاعو حسب الجسم ديالو. نعم. كل متطلب كل جسم واش لازم له واش يحتاج، سواء الدم المشكل في الدم، سواء المشكل في القلب، سواء المشكل في الرئتين، سواء المشكل في العروق. بزاف من بعد نتغمقوا اكثر في الخصوصيات. نعم. هذا من الجانب. من بعد هنا نديرو الدعم للمريض، كيفاش نقنعو كيفاش يتأقلم المعيشة مع المرض هذا، لازم يعيش حياته، لازم يستمر الحياة، ماهيش أكيد. نعم، ما توقفش عند مرض، ماهيش حتحبس تما. هنايا المريض مع الأسف الشديد غير يعلموه بالمرض هذايا، عندك مرض اشتيابي، غير يروح يشوف الأدوية غالية، الإمكانيات الطبية ما يقدرش يدنا ليها، ما يقدرش، ماهيش كثير، ماهيش متوفرة، باش يبدا. وهو ما يقدرش ما با يتحرك، ما يقدرش يقوم، كاين مرضى اللي ما يقدرش يقوموا حتى بنفسهم. دونك باش يبدا اول شيء لازم ندعموه، لازم نفهموه شنو هذا المرض، كيفاش راح يصير به. اكيد. لانه ما يعرفش كيفاش يدير حركات، لان الحاجه الاولى اللي نفهمهم راح تتبدل الحركات تاعو، راح يتبدلوا المعيشه، النمط المعيشي تاعو راح يتغير. نعم. دونك لازم الدعم البسيكولوجي النفساني، هذه اول شيء، ونفهموا على المرض تاعو كيفاش راح يولي يعيش، وكذلك العائله تاعو. اكيد. نعم. ما ننساش العائله والمريض. يعني شوفي ديفونسيف والعائله اكثر من المريض، باش يتقبلوا فكرة أنه الإبن ديالهم لوحد العائلة مريض. لازم يعيشوا معاه، مادام ما يعيشوا معاه لازم يتعايشوا معاه بالطريقة ديالهم، ماشي بطريقتهم هما. مم هما لازم تتغير النمط المعيشي تاعهم. لأنه هو يقول لك كيفاش اليوم يقدر غدا ما يقدرش. ما يفهموش باسكو المرض تصيبه هي ما تصيبه عادي لاباس عليه. أب بليله ونهار يقول لك راني تعبان. وشنو هما الأعراض تاع هذا المرض؟ فيها عدة أعراض، فيها التعب الشديد، الإرهاق، النوم الكثير، قليل الحركة، ما عندوش القوة والجهد اللي باش يتحرك باش يدير نشاطات. نعم. باش يواسي، باش نقص التنفس.
ضيق التنفس كذلك والحكم والتقلق. مشكل اللي ما يقدرش يفسمهم هو ما يقدرش يفهم روحه انه كي يجوا هذو الاعراض ما يعرفش كيفاش يفسرها. يقول كيفاش البارح كنت مليح اليوم مانيش مليح، دونك واش يدير؟ يحكموا التقلق. الحاله النفسيه تاعته اللي صايبه. هذا هو المشكل. يعني معاناتك مع هذا المرض هو الشيء بالك اللي خلاك تاسسي هذه الجمعيه وتنشطي فيها وتعاوني الناس المرضى كذلك سيده خديجه؟ هي باش قدرنا نديروا الجمعيه. معاناه تاعي المصاريف تاعها، يعني كنا في حياه، دخلنا في حياه واحد اخرى ماهيش حياه تاعنا، اكتشفنا كاين حياه واحد اخرى ما نعرفوهاش، ما كناش نسمعوا بها، ما كناش نعرفوها. كيفاش كيفاش ندير؟ واش لازم ندير؟ وشكون دوك اللي يوجهني؟ شكون اللي وضع؟ هادو السؤالات اللي كانوا ينطرحوا معايا. انا ومن بعد كنت نروح في كل وقت للمستشفى على جل فحص، على جل دواء، على جل كذا. يعني ما كانش على بالك المرض تاعك مع الاول بعدها اكتشفته؟ لا، قلت كلمه المرض هذا في خمسه انواع. المرض تاعي انايا زدت بمرض تاع القلب، لو سي في فتحه في القلب، ومن بعد تطور مع الوقت، كبرت خدمت ووسيت كل شيء. مع الوقت لحقت 40 سنه، كانوا كاينين دي ديفيكولتي هكذا، مي قلت عادي. لحقت 40 سنه بلوكاج دوكسيجين توتالمون. نعم، هو الشيء اللي خلاك حتى فيك واش معناتها، ما عندي حتى فيك واش معناتها تعيشي بالاكسجين، واش معناتها تشي كونداني، ما عندي حتى فيك. حتى كي لحقت لهذه المرحله الحمد لله، تاني نشكر العائله كثير. نعم، تحيه لهم. لا الحمد لله صراحه، تحيه اجلال وتقدير لهم. نعم، يعني وقفوا معايا. نعم، جابوا لي الاطباء المنزل، فهموني. وانا من النوع اللي نحب نبحث، نحب نفهم، نحب ندقق في الامور. نعم، على كيف فهمت المرض وليت نروح المستشفى لي كونترول تاعي، نشوف لي مرض، نشوف معاناه واحد اخرى. نسيت المعاناه ديالي والتجأت المرضى. نعم، تما قضينا مع الاطباء تاعي، عطاونا الفكره، عطاونا الفكره على الجمعيه كامل. قلنا لهم يلا نتكل على ربي ان شاء الله. نعم، نفتحوا الجمعيه على الاقل نعاونوا ان شاء الله. نعم، بالتوفيق. نعم، نرجع لك سيد احمد بن يطو، احكي لنا فقط على نشاطات الجمعيه، كيفاش انتم تعاملوا كمجموعه في الجمعيه؟ اكيد احنا عندنا، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا المجموعه تاعنا، المكتب تاعنا متكون من 9 اعضاء. نعم، كل واحد عنده مهمه تاعو المختصه اللي يقوم بها. ولكن هذا ثاني، كل الاعمال اللي نقوموا بها، كاع الخدمات اللي نخدموهم في اطار باش نجيبوا مساعده للمريض. المساعدات هذيك تشكل في تشكل في, 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 في الادويه، ولا في الات الاكسجين اللي راهم يسفروا منهم، ولا في النصائح، ولا في التوعيه، ولا في الاتجاهات نحو الاطباء المختصين. خاطر هذا كما هذا المرض هذا كما نقولوا بور ديغنوستيكي الفو ترو سبيسياليتي، يعني لازم ثلاث اختصاصات باش يقدروا يشخصوا هذا المرض اذا كان اشتيابي ولا لا. هذه وحده. لازم كارديو، طب القلب، لازم طب الصدر تاع الامراض الصدريه، والطب الداخلي. باش يقدروا. مش ما عندنا معاناه، كاين مرضى يجونا دوك، هذا المرض ماهوش معروف حتى على مستوى المستشفيات. يعني كاين اطباء، ماشي كامل الاطباء، كان اطباء قلال يعرفوا هذا المرض، كان اطباء قلال اللي يعرفوه. دوك حنا الدور تاعنا كجمعيه ماذا بينا هذا المرض نعرفوا به، باش يكون المواطن كما راهم يعرفوا ديابيت داء السكري، كما راهم يعرفوا داء الضغط الرئوي، داء الضغط العادي، لا طونسيون ليبرتونسيون، هذا مش معروف. هذا ما عنده حتى علاقه مع ليبرتونسيون. يعني الحملات التحسيسيه اللي تقوموا بها ما تشملش فقط يعني الناس العاديين، حتى بالك تروحوا المستشفيات والاطباء وتوعوهم. بالعكس، بوكو بلوس السلك الطبي. بالعكس، هو اللي ماذا بينا احنا وين نروحوا، كي نديروا نهار يوم تحسيسي ولا نعرضوا مع لا دي اس، مع المدير، مع مديرات الصحه والسكن واصلاح المستشفيات، يجيب لنا الاطباء تاع المستشفيات تاع ذيك الولايه. لازم باش يجوا يعرفوا. نعم، بس مازال ميم في الداخل ولا في المستشفيات. هذا المرض مسمي نادر، مرض نادر، يعني ستين مرض فيرال، مرض نادر وماهوش معروف. وكذلك السعي تاعنا كاعضاء جمعيه باش هذا المرض يتسجل في لائحة الأمراض النادرة
حتى يومنا هذا مازال هذا المرض ماهوش مسجل لا في الامراض النادره باش ساعي يولي مرض مزمن داء مزمن. نعم، طيب واش راكم حابين نديروا في المستقبل في هذه الجمعيه بالك؟ إيه كمشاريع المشاريع تاعنا كبار بزاف يعني لخصها لنا في ولكن الوقت ولكن ما كاش مشكل احنا نعم نظرا لمعاناه المرضى تاعنا باسكو دوك نقول لك المعاناه تاعهم تلحق لدرجه كيما نقول لك احنا رانا نجبدوا ناقص الخطر رانا نضيعوا المرضى تاعنا هكذا كبرك. نعم هذه واحده. ثانيا كي تلحق لدرجه وين المريض نتاعنا الاكسجين اللي خلقوه ربي لجميع الخلايق حتى النبات يعيش بالاكسجين. نعم يتنفسوه كراتوي المرضى تاعنا يشروه المريض نتاعنا الاسعار تكون غاليه المريض نتاعنا حياته مرهونه بجرعه اكسجين. تجمعوا تبرعات يعني يعاونوكم الناس في الجمعيه؟ لا نعم يعاونونا كاين اللي يعاونونا كاين اللي يحب يعاوننا مرحبا به. نعم واللي يحب يدعونا بالدعاء مرحبا به. نعم نعم الناس اللي حابين يتواصلوا معاكم فقط للجمعيه الجمعيه الوطنيه لارتفاع ضغط الدم الشريان الرئوي المقر تاعها في دير خادم. عندكم عندنا مقر عندنا مكتب جوجل ماب اسوسياسيون اش تي بي اجي. نعم كذلك نحطوا الرقم تاع الجمعيه 055 054 44. نعم هذا اللي حبيت تصل بينا مرحبا بهم. نعم مرحبا بكل المشاهدين. كلمه اخيره تقولوها معنا بالك في الاخير. انا كلمه اخيره نداء اذا حبيت تسمحي لي السيده الرئيسه. تفضل نداء. انا نداء ماشي غير المحسنين برك نداء للسلطات العليا باش يشوفوا هذا المرض ياخذوه بعين الاعتبار. نعم خاطر كي تلحق لدرجه وين الانسان يمرض له واحد يدي مرته للوبيطال من بعد ثم ينفصل ويطلقها باسكو ما تزيدش سيغراف. كي تلحق لدرجه وين الانسان المريض نتاعنا حياته مرهونه بين دوز دوكسيجين سيغراف. كي تلحق لدرجه وين المريض الاهل سيرتو الاهل يلحق الوليد ومريض يتمنى له الموت وما يقعدش يسوفري هنا اخطر. نعم هنا النداء تاعنا السلطات العليا المحسنين كاينين المحسنين يقدر يعاونك باش تشري عطريه دوكسيجين. بصح ما يقدرش يعاونك كل شهر باش تعيشي باش تجيبي الدواء تاعك. الدواء اللي يستقام حوالي مليون مليون ونص في الشهر ما يقدرش. نعم. كل شهر يعاونك باش تروحي تشري له الاكسجين ما يقدرش ما كاش كيفاه. نعم هذا هم المعاناه تاعنا اللي حابين ان شاء الله يعني السلطات. نعم تفضل تفضل معليش اخ مدام تفضل. نعم انا عندي نداء للاطباء نوجه ندائي للاطباء ذوي التخصص اللي يحب ينضم للجمعيه للجنه الطبيه العلميه باش نكونوا اطباء في هذا التخصص لان عندنا نده في هذا التشخيص هذايا. دونك حنا ماذا بنا قد ما نكونوا الاطباء في الولايات. نعم باش يقدروا يتبعوا المريض. هذه اهم شيء اهم نقطه. هذه كي يكون المريض يروح السبيطار وما نعم. عندوش طبيب اللي يتبعو مشكل أكيد كبير. دونك ان شاء الله الرساله توصل يعني للاطباء والسلطات المعنيه كذلك ان شاء الله. نعم هنا هذا هو النداء الاهم. ثانيا عندي نداء مع المرضى. المريض انا كي ما تعطيليش معلومات على نفسك وما تكونش تابعني يعني حاجات اللي نطلبهم لكم اعطونا المعلومات باش احنا نقدروا نحضروا عليكم. نعم الا ما كنت نتايا جابد روحك شكون راح يسمع بك؟ صح ما كاينش اللي راح يسمع بك. لازم تهضر ولازم تكونوا منضمين معنا متحدين معنا. نعم. باش نجمعوا المعلومات الكافيه. نعم. ونجمعوا الطلبات اللازمه. نعم. وشكرا ان شاء الله ربي يوفقكم في هذا العمل الخيري ونطلبوا الشفاء لكل المرضى اللي عانوا يعني. ربي يجازيكم شكرا لكم.